أما ما ورد عند ابن مردويه من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور من تحت قدمه إلى عنان السماء وغفر له ما بين الجمعتين، فهذا الأصح فيه خلافا للمنذر، الأصح فيه ما قاله ابن كثير وغيره من أنه أيضا حديث ضعيف، لكن كما أسلفت لكم يضاء له ما بينه وبين الجمعة الأخرى من النور، يضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، هذه أحاديث ثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خصائص يوم الجمعة أنه ليس هناك وقت ينهى عن الصلاة فيه قبل الزوال، يعني قبل الظهر. الأحاديث أتت منه صلى الله عليه وآله وسلم على أن هناك أوقات ينهى عن التطوع فيها من الصلوات، من بين الأوقات قبل أذان الظهر بعشر أو ربع ساعة لا تصلي. يعني لو صليت الضحى مثلا في الأيام، في أيام الأسبوع، لكن أتى الوقت ولم يبق على أذان الظهر إلا ربع ساعة، هنا قف لا تصلي، سواء كنت في فصل شتاء أو في فصل صيف. قبل أذان الظهر بربع ساعة أو عشر دقائق قف عن الصلاة، لأن الوقت وقت نهي. لكن يوم الجمعة ليس هناك وقت نهي، كما هو رأي الشافعي واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، من أن المسلم له أن يصلي إذا أتى الجمعة حتى يدخل الخطيب، وهذا هو عمدة ابن تيمية في هذا القول، من أنه لا وقت نهي يوم الجمعة قبل الزوال. قال ابن القيم رحمه الله: وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم يتطوعون، وما كان أحدهم يعرف أن الشمس قد زالت والمساجد مسقوفة، وليس له أن يخرج حتى يعرف هل زالت الشمس أم لم تزل. قال: ولا يستحب له أيضا أن يفعل ذلك. فدل هذا على أنه ليس هناك وقت نهي قبل الزوال بعشر دقائق في يوم الجمعة. ولذا ورد حديث، وهو حديث أبي قتادة عند أبي داود، نهى عن الصلاة نصف النهار إلا في يوم الجمعة، فإن جهنم تسجر قبل الزوال إلا في يوم الجمعة. هذا حديث أبي قتادة، فيه ما فيه، وسيأتي له حديث إن شاء الله تعالى. لكن ابن القيم رحمه الله ذكر آثارا مما يؤيدها، وذكر كلام البيهقي. فخلاصة القول أن الصحيح أنه ليس هناك وقت ينهى عن الصلاة فيه يوم الجمعة قبل الزوال. قلت قبل الزوال، يعني ما يعمم الإنسان في جميع الأوقات، إذن هناك وقت نهي بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هناك وقت نهي بعد صلاة العصر، هناك وقت نهي قبل غروب الشمس، لكن الحديث هنا قبل الزوال يوم الجمعة. ومن خصائص يوم الجمعة أن يقرأ الإمام وخطيب الجمعة في الصلاة ما جاء في صحيح مسلم، ينوع. ماذا يقرأ كما جاء في صحيح مسلم؟ يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون، أو كما جاء عند مسلم يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية، أو يقرأ كما عند مسلم في الركعة الأولى بسبح وفي الركعة الثانية بالغاشية، وينوع.
وإن تركها بعض الأحيان من باب أن يبين للناس أنها ليست واجبة فأمر حسن، كما قال العلماء في حال قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الأمر وعلى هذه الخصيصة، قال: وجهال الأئمة، يعني أئمة المساجد، يداومون على أمر ويفعلون أمرا، ما هو؟ قال إنهم، هذا في عصره، قال إنهم يقرؤون جزءا من هذه السورة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرؤون جزءا من السورة الأخرى، أو أنهم يكتفون بسورة واحدة فينصفونها بين الركعتين، وهذا ليس من السنة، يعني ليس واردا. إما أن تفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لا تقدم على مثل هذا، لأنه ليس المقصود أن تقرأ آيات فقط من هذه أو من تلك، أو أن تنصف السورة، لا. ولذلك حتى بعض الناس ذكرني كلامه رحمه الله بحال بعض أئمة المساجد في صلاة الفجر يوم الجمعة، ماذا يصنعون؟ يقولون حتى لا نثقل على الناس نقرأ بسورة السجدة فننصفها بين الركعتين، هذا ليس من السنة. أو أنه يقرأ بعض الآيات من سورة السجدة في الركعة الأولى وبعض الآيات من سورة الإنسان في الركعة الثانية، أيضا هذا ليس من السنة وليس واردا. ومن خصائص يوم الجمعة أنه عيد متكرر في الأسبوع، بل جاء عند أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هو سيد الأيام وأعظمها، بل قال في تتمة الحديث: وأعظم من الأضحى والفطر. وهذا لا يتعارض مع ما جاء عند أبي داود: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وقد بينا ذلك في ذي الحجة، في خطب ذي الحجة بينا ذلك، من أن أفضل أيام السنة هو يوم النحر يوم الأضحى، وأفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة. ومن خصائص يوم الجمعة أنه يستحب للمسلم أن يخصص له ثيابا معينة غير ثيابه التي يزاول بها المهنة والعمل. ولذلك قال عبد الله بن سلام كما عند أبي داود يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وهو يقول: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين سوى ثوبي مهنته ليوم الجمعة. ومن خصائص يوم الجمعة أنه يستحب للمسلمين أو لمن له ولاية على المسجد إن كانت هناك سعة من المال أو لأحد المحسنين أن يطيب وأن يبخر المسجد يوم الجمعة قبل مجيء الناس. ودليل ذلك كما في مصنف عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه كان يأمر نعيم ابن عبد الله المجمر أن يبخر المسجد حين ينتصف النهار. قال ابن القيم رحمه الله: ولذلك سمي بالمجمر لأنه كان يشعل الجمرة وكان يبخر المسجد في يوم الجمعة. ومن خصائص يوم الجمعة أنه لا يجوز بعد الزوال، يعني بعد دخول الخطيب، أن يسافر مسلم وقد لزمته صلاة الجمعة، يحرم عليه إلا في حالتين: إن خشي أن تفوته رفقته فلا يتمكن من اللحاق بهم ويدخل في هذا الزمن لو كانت رحلته بالطائرة يترتب على الصلاة ليوم الجمعة أو صلاة الجمعة أن تفوته الرحلة، هنا له العذر أن يدعها. الأمر الثاني
أنه يعلم من نفسه أنه سيؤديها في الطريق في مساجد تقيم صلاة الجمعة، أما ما على ذلك فلا يجوز. لكن قبل الزوال، قبل الزوال ثلاثة أقوال: بالجواز، بعدمه، بالجواز المجاهد، والصحيح أنه يجوز قبل الزوال، يجوز. ويدل له ما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه أن رجلاً كان يسرج دابته فقال: لو لم يكن هذا اليوم جمعة لسافرت. فقال عمر رضي الله عنه: إن الجمعة لا تحبس أحدا، وهذا قبل الزوال. من خصائص يوم الجمعة السواك، وقد أشير إليه كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد، فيستحب للمسلم أن يستاك في هذا اليوم. وليعلم أن ما يفعل من شراء المسواك عند دخول الخطيب بعد رفع النداء حال دخول الخطيب فإنه لا يجوز أن يشترى السواك أو غيره، ويكون البيع باطلاً لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. من خصائص يوم الجمعة أنه يجب الإنصات لها على أصح القولين كما قال ابن القيم رحمه الله، والدليل ما جاء عند أحمد بإسناد فيه ما فيه، لكن ابن حجر رحمه الله يقول إسناده لا بأس به الذي يتكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت، يعني أنت الآن تدعوه إلى خير بأن يسكت حتى يسمع للخطيب، ما النتيجة؟ إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. لو قال قائل: ما معنى اللغو في يوم الجمعة؟ معناه أن صلاته ليوم الجمعة صحيحة، لكن يفوته أجر الجمعة ولا يحصل له إلا ثواب صلاة الظهر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود: قال: من لغى أو تخطى يوم الجمعة كانت له ظهرا. من لغى أو تخطى يوم الجمعة كانت له ظهرا. الصلاة منه صحيحة لكن لا ثواب له ليوم الجمعة. ومن خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، لما جاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، وفي حديث آخر: ما بينه وبين الجمعة الأخرى. معنى هذا الحديث أن من يحرص على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة يكون له نور ما بينه وبين جمعته الأخرى، فيستقبل أسبوعه بإذن الله بانشراح صدر وقلب على طاعة الله. وما بينه وبين البيت العتيق فيه أيضا دلالة على أنه يحصل له نور بإذن الله عز وجل بعد موته. وليعلم أن ما يذاع ويشاع، وتحدثت عن ذلك في ما مضى من الطعن في هذا الحديث،
في حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا يلتفت إليه. لما؟ لأن الحديث الوارد فيه صحيح، حتى لو كان الحديث موقوفا على أبي سعيد تنزلا فإن هذا مما لا يقال بالرأي، لأنه أثبت أجرا ونورا، وهذا لا يمكن أن يقوله الصحابي من عنده، فدل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتحدثت ذلك في مقطع، وقد أجاد الألباني رحمه الله كعادته في إرواء الغليل في تصحيح هذا الحديث والرد على من زعم أنه ضعيف، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ولو أثبت في الأحاديث الأخرى، لو أثبت وجود النور مطلقا دون تحديد فلا يعني أن نضعف هذه الأحاديث. ولذا ما يذاع ويروج له من حث الناس على عدم قراءة هذه السورة في يوم الجمعة هم بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يتبعوا ما جاءت به الأحاديث ويصححوها، أو أنهم يقولون إن ما عليه الناس بدعة، لأن الناس يستمرون على ذلك. وكيف يقال بدعة أو محدث؟ والأئمة السابقون تحدثوا عن ذلك، وتلقت الأمة ذلك عبر العلماء والأئمة من الأمصار، حتى من يتحدث عن خصائص يوم الجمعة يذكر أن من خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف. فلا تلم بقلبك ولا تصغي بسمعك إلى ما يقال، فهذه السورة ولله الحمد ثابتة الأحاديث فيها. أما ما جاء من حديث وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قراءة سورة الكهف مكتوبة في التوراة الحائلة، لأنها تحول بين قارئها وبين النار، فهو حديث ضعيف لا يصح. وكذلك حديث علي في الضياء المختارة أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة عصم من كل فتنة 80 أيام، فإن خرج الدجال عصم من فتنته، أيضا هذا حديث لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. من خصائص يوم الجمعة أنه يجب الإنصات لها على أصح القولين كما قال ابن القيم رحمه الله، والدليل ما جاء عند أحمد بإسناد فيه ما فيه، لكن ابن حجر رحمه الله يقول إسناده لا بأس به الذي يتكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت، يعني أنت الآن تدعوه إلى خير بأن يسكت حتى يسمع للخطيب، ما النتيجة؟ إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. لو قال قائل ما معنى اللغو في يوم الجمعة؟ معناه أن صلاته ليوم الجمعة صحيحة، لكن يفوته أجر الجمعة ولا يحصل له إلا ثواب صلاة الظهر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود قال من لغى أو تخطى يوم الجمعة كانت له ظهرا، من لغى أو تخطى يوم الجمعة كانت له ظهرا. الصلاة منه صحيحة لكن لا ثواب له ليوم الجمعة. ومن خصائص
يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، لما جاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، وفي حديث آخر ما بينه وبين الجمعة الأخرى. معنى هذا الحديث أن من يحرص على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة يكون له نور ما بينه وبين جمعته الأخرى، فيستقبل أسبوعه بإذن الله بانشراح صدر وقلب على طاعة الله. وما بينه وبين البيت العتيق فيه أيضا دلالة على أنه يحصل له نور بإذن الله عز وجل بعد موته. وليعلم أن ما يذاع ويشاع، وتحدثت عن ذلك في ما مضى من الطعن في هذا الحديث، في حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، لا يلتفت إليه. لما؟ لأن الحديث الوارد فيه صحيح، حتى لو كان الحديث موقوفاً على أبي سعيد تنزلاً فإن هذا مما لا يقال بالرأي، لأنه أثبت أجراً ونوراً، وهذا لا يمكن أن يقوله الصحابي من عنده، فدل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتحدثت ذلك في مقطع، وقد أجاد الألباني رحمه الله كعادته في إرواء الغليل في تصحيح هذا الحديث والرد على من زعم أنه ضعيف، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ولو أثبت في الأحاديث الأخرى، لو أثبت وجود النور مطلقا دون تحديد، فلا يعني أن نضعف هذه الأحاديث. ولذا ما يذاع ويروج له من حث الناس على عدم قراءة هذه السورة في يوم الجمعة هم بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن يتبعوا ما جاءت به الأحاديث ويصححوها، أو أنهم يقولون إن ما عليه الناس بدعة، لأن الناس يستمرون على ذلك، وكيف يقال بدعة أو محدث؟ والأئمة السابقون تحدثوا عن ذلك، وتلقت الأمة ذلك عبر العلماء والأئمة من الأمصار، حتى من يتحدث عن خصائص يوم الجمعة يذكر أن من خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف. فلا تلم بقلبك ولا تصغي بسمعك إلى ما يقال، فهذه السورة ولله الحمد ثابتة الأحاديث فيها. أما ما جاء من حديث، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قراءة سورة الكهف مكتوبة في التوراة الحائلة، لأنها تحول بين قارئها وبين النار، فهو حديث ضعيف لا يصح. وكذلك حديث علي في الضياء المختارة أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة عُصِم من كل فتنة 8 أيام، فإن خرج الدجال عُصِم من فتنته، أيضا هذا حديث لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما ورد عند ابن مردويه: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور من تحت قدمه إلى عنان السماء وغفر له ما بين الجمعتين، فهذا الأصح فيه خلافا للمنذري، الأصح فيه ما قاله ابن كثير وغيره من أنه أيضا حديث ضعيف، لكن كما أسلفت لكم يضاء له ما بينه وبين الجمعة الأخرى من النور، يضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، هذه أحاديث
ثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خصائص يوم الجمعة أنه ليس هناك وقت ينهى عن الصلاة فيه قبل الزوال، يعني قبل الظهر. الأحاديث أتت منه صلى الله عليه وآله وسلم على أن هناك أوقات ينهى عن التطوع فيها من الصلوات، من بين الأوقات قبل أذان الظهر بعشر أو ربع ساعة لا تصلي. يعني لو صليت الضحى مثلا في الأيام، في أيام الأسبوع، لكن أتى الوقت ولم يبق على أذان الظهر إلا ربع ساعة، هنا قف لا تصلي، سواء كنت في فصل شتاء أو في فصل صيف. قبل أذان الظهر بربع ساعة أو عشر دقائق قف عن الصلاة، لأن الوقت وقت نهي. لكن يوم الجمعة ليس هناك وقت نهي، كما هو رأي الشافعي واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، من أن المسلم له أن يصلي إذا أتى الجمعة حتى يدخل الخطيب. وهذا هو عمدة ابن تيمية في هذا القول، من أنه لا وقت نهي يوم الجمعة قبل الزوال. قال ابن القيم رحمه الله: وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم يتطوعون، وما كان أحدهم يعرف أن الشمس قد زالت والمساجد مسقوفة، وليس له أن يخرج حتى يعرف هل زالت الشمس أم لم تزل. قال: ولا يستحب له أيضا أن يفعل ذلك. فدل هذا على أنه ليس هناك وقت نهي قبل الزوال بعشر دقائق في يوم الجمعة. ولذا ورد حديث، وهو حديث أبي قتادة عند أبي داود، نهى عن الصلاة نصف النهار إلا في يوم الجمعة، فإن جهنم تسجر قبل الزوال إلا في يوم الجمعة. هذا حديث أبي قتادة، فيه ما فيه، وسيأتي له حديث إن شاء الله تعالى. لكن ابن القيم رحمه الله ذكر آثارا مما يؤيدها، وذكر كلام البيهقي. فخلاصة القول أن الصحيح أنه ليس هناك وقت ينهى عن الصلاة فيه يوم الجمعة قبل الزوال. قلت قبل الزوال، يعني ما يعمم الإنسان في جميع الأوقات. إذن هناك وقت نهي بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هناك وقت نهي بعد صلاة العصر، هناك وقت نهي قبل غروب الشمس، لكن الحديث هنا قبل الزوال يوم الجمعة. ومن خصائص يوم الجمعة أن يقرأ الإمام وخطيب الجمعة في الصلاة ما جاء في صحيح مسلم، ينوع. ماذا يقرأ كما جاء في صحيح مسلم؟ يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون، أو كما جاء عند مسلم يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية، أو يقرأ كما عند مسلم في الركعة الأولى بسبح وفي الركعة الثانية بالغاشية، وينوع. وإن تركها بعض الأحيان من باب أن يبين للناس أنها ليست واجبة فأمر حسن، كما قال العلماء في حال قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الأمر وعلى هذه الخصيصة، قال: وجهال الأئمة، يعني أئمة المساجد، يداومون على أمر ويفعلون أمرا، ما هو؟ قال: إنهم، هذا في عصره، قال: إنهم يقرؤون جزءا من هذه السورة في الركعة الأولى،
وفي الركعة الثانية يقرؤون جزءا من السورة الأخرى، أو أنهم يكتفون بسورة واحدة فينصفونها بين الركعتين، وهذا ليس من السنة، يعني ليس واردا. إما أن تفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لا تقدم على مثل هذا، لأنه ليس المقصود أن تقرأ آيات فقط من هذه أو من تلك، أو أن تنصف السورة، لا. ولذلك حتى بعض الناس ذكرني كلامه رحمه الله بحال بعض أئمة المساجد في صلاة الفجر يوم الجمعة، ماذا يصنعون؟ يقولون حتى لا نثقل على الناس نقرأ بسورة السجدة فننصفها بين الركعتين، هذا ليس من السنة. أو أنه يقرأ بعض الآيات من سورة السجدة في الركعة الأولى وبعض الآيات من سورة الإنسان في الركعة الثانية، أيضا هذا ليس من السنة وليس واردا. ومن خصائص يوم الجمعة أنه عيد متكرر في الأسبوع، بل جاء عند أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هو سيد الأيام وأعظمها، بل قال في تتمة الحديث وأعظم من الأضحى والفطر، وهذا لا يتعارض مع ما جاء عند أبي داود، أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وقد بينا ذلك في ذي الحجة، في خطب ذي الحجة بينا ذلك، من أن أفضل أيام السنة هو يوم النحر يوم الأضحى، وأفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة. ومن خصائص يوم الجمعة أنه يستحب للمسلم أن يخصص له ثياباً معينة غير ثيابه التي يزاول بها المهنة والعمل، ولذلك قال عبد الله بن سلام كما عند أبي داود يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وهو يقول ما على أحدكم لو اشترى ثوبين سوى ثوبي مهنته ليوم الجمعة. ومن خصائص يوم الجمعة أنه يستحب للمسلمين أو لمن له ولاية على المسجد إن كانت هناك سعة من المال أو لأحد المحسنين أن يطيب وأن يبخر المسجد يوم الجمعة قبل مجيء الناس، ودليل ذلك كما في مصنف عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه كان يأمر نعيم ابن عبد الله المجمر أن يبخر المسجد حين ينتصف النهار، قال ابن القيم رحمه الله ولذلك سمي بالمجمر لأنه كان يشعل الجمرة وكان يبخر المسجد في يوم الجمعة. ومن خصائص يوم الجمعة أنه لا يجوز بعد الزوال، يعني بعد دخول الخطيب، أن يسافر مسلم وقد لزمته صلاة الجمعة، يحرم عليه إلا في حالتين: إن خشي أن تفوته رفقته فلا يتمكن من اللحاق بهم، ويدخل في هذا الزمن لو كانت رحلته بالطائرة يترتب على الصلاة ليوم الجمعة أو صلاة الجمعة أن تفوته الرحلة، هنا له العذر أن يدعها. الأمر الثاني أنه يعلم من نفسه أنه سيؤديها في الطريق في مساجد تقيم صلاة الجمعة، أما ما على ذلك فلا يجوز. لكن قبل الزوال، قبل الزوال ثلاثة أقوال: بالجواز، بعدمه، بالجواز المجاهد، والصحيح أنه يجوز قبل الزوال يجوز. ويدل له ما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه أن رجلا كان يسرج دابته فقال لو لم يكن هذا اليوم جمعة لسافرت،
فقال عمر رضي الله عنه: إن الجمعة لا تحبس أحدا، وهذا قبل الزوال.